شارك في المظاهره النهارده هنا ليه؟ والله المصادر الشرعيه اللي يعني كثير من الاعلام المضل حاب ان هو يصور للناس وحاب يصور للشعب المصري ان هو غير يعني غير قادر على حمايه ثورته، حاب يصور للناس ان هم يعني ان مرسي شعبيته قلت في هذه البلد، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى الاعداد هنا متزايده وفي رابعه الاعداد اكتر وفي جامعه القاهره اكتر، وان شاء الله رب العالمين ربنا ينصر هذا الرجل ما دام ينصر هذا الشعب ان شاء الله. من اجل الاسلام ومن اجل رفع الحق، واحنا من عند الرئيس محمد مرسي واحنا على حق وهنتمنى طول عمرنا على الحق. احنا هنتمنى طول عمرنا على حق والاسلام هو الحل. الامر منتهي والامر واضح وفي شرعيه وفي انتخابات، والرئيس ده منتخب من شعب، لا سلطه عسكريه ولا غيرها ولا احزاب مسيحيه ولا غيرها ولا في اي حد يقدر يشيل السيد الرئيس محمد مرسي، لانه الامر منتهي والامر محدود. الشعب هو اللي اختار هذا الرجل، الشعب هو اللي اختاره مليون مره، الشعب هو اللي اختاره. انا جاي من المنوفيه هنا دعما للدكتور محمد مرسي، لان الخروج على الشرعيه شو بيرفض الدين بيرفض الشرع، لابد ان نكون كلنا على قلب رجل واحد، لانهم خرجوا على الخروج على الدكتور محمد مرسي، خروج على الشرعيه، خروج عن الدين، خط احمر ممنوع الاقتراب منه، لان مرسي هو بيمثل كل الشعب مصر ما بيمثلش فئه معينه، وبيمثل الشرعيه وجيب شرعيه وجيب منتخب انتخاب شرعي مش مزور زي ما هم بيقولوا. مرسي منتخب انتخاب شرعي، يعني لو طلع ال 12 مليون اللي طلعوا الشفيق عاوزين يسقطوا مرسي يصعد؟ ما ينفعش طبعا. تأييدا للشرعيه، وبنبلغ رساله لكل الناس ان مرسي مش اللي بيأيدوا الاخوان بس، ده حراك شعبي ومنطقه 1000 مسكن تشمل عين شمس ودار السلام وعزبه النخل وكف الشرفة، وزي ما انت شايف وصور الحشد الموجود. فاحنا بنقول احنا مع الشرعيه، ولو تركنا الامر لمساله النزول للشارع الامر مش هينتهي. نصرة دين الله فقط، يعني نصرة دين الله فقط لا غير، وتأييد الشرعية وإظهار قوة المسلمين في دولة ظن فيها الجبهة الأخرى اللي هي جبهة الفساد إن هم أقوى وبيمثلوا قوة في البلد، والدليل على ذلك نزولهم التحرير والاتحادية والإعلام ودعمهم ليهم. وشارك المظاهرة دي إن الديمقراطية اللي بيتكلموا عليها والسلمية اللي بيتكلموا عليها عايز أفكرهم بانتخابات أمريكا، ديمقراطية وفي هناك مصلحة للبلد، المصلحة اللي هي لازم تكون للبلد. هيلاري كلينتون اللي هي أنثى راحت قالت لأوباما ألف مبروك، مع إنهم كانوا معترضين عليه إن هو أسود وزنجي. هنا أصول جبهة الإنقاذ تقول له ألف مبروك، مش تعمل جبهة للخراب. أنا مواطن عادي، ولا إخواني ولا سلف ولا حاجة، أنا مسلم وموحد بالله. في حل نعمله، وبيقولوا معانا 20 مليون 30 مليون، انا بقول معاهم 50 مليون، واخد بقى الحل الديمقراطي بيقول ايه؟ بدل ما تجيب نقطه دم من ده ومن ده ومن ده، نعمل حل بسيط، مجلس الشعب وحل براحتك، حاكم الرئيس، ما الدستور بيقول لك كده. احنا جايين نقول لكل الشعب المصري ان الشرعيه خط احمر، الشرعيه دي لينا وليه. قالوا ديمقراطيه وقالوا صندوق، كسبنا بالصندوق، قالوا بعد كده بالاحتشاد الشرعيه الثوريه، اهي الملايين المصريه نازله في كل مكان، في جامعه القاهره، انا جاي من رابعه عدويه، ملايين الملايين في رابعه العدويه محتشده، في جامعه القاهره، منتهى السلميه، منتهى الادب، مفيش حاله تحرش واحده، مفيش حاله سرقه واحده، انما هم مظاهراتهم مولوتوف وبلطجه وقتل وقله ادب واغتصاب للسلطه، انما احنا هنا السلميه لان احنا عندنا دين، هم ما عندهمش دين.